السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل بقى نرسم ده درس ديزاين، فايه فعشان الناس تبقى عارفة، فانا هنا هخليك كلاس نيم ده ديزاين، فممكن تسيبه وتروح للبتاع التاني. انا ده الديف الاولاني، انا هيبقى عندي انبوتس، 3 انبوتس، واحد للبرايس، واحد للديسكريبشن، واحد للنيم، وهيبقى الصورة وزرار، ماشي؟ فانا هعملهم كلهم في مثلا هنا، هقول له كلاس نيم، وانت يا سيدي هتساوي، هخليها تاخد نص الشاشه مثلا، 1 على 2، يعني نص الشاشه عرض وفليكس، وهو فليكس كول برضو عشان يبقوا تحت بعض، وبادنج بنربطهم مثلا 11، ماشي تمام. نيجي بقى نعمل اول انبوت، سوري انبوت امسح لي دي، حلو قوي. الانبوت ده جوه هنا هيبقى بليس هولدر، بليس هولدر، وده هيساوي مثلا انتر يور ان اف تي نيم مثلا، وهنا هديله الاول كلاس نيم، عشان طبعا لو سيفنا بصوا الشكل عامل ازاي، بصوا الشكل ده الانبوت اهو، ماشي. هديله بقى كلاس نيم بيساوي، وادله شويه كلاسات عشان يتظبط لان هننسخها يعني، ماشي. هقول له سيدي من الامتي، من مارجن من التوب مثلا 8 او 9، 8 وبوردرد، بور درد عشان ايه يتحجم كده شويه، وهقول له راوندد برضو عشان يبقى شكله كويس، و بادنج مثلا 3. نبص كده على الشكل، نبص كده ده اهو. طيب خلينا كده بقى نعمل ايه، ماشي، خلينا نروح هنا كده ونظبط، وبعد كده ايه تفرج، حلو. بعد كده عندك بقى المفروض هنا في بقى اللي هي تبقى اون تشينج دي، اللي هي تبقى بتبص الداتا يعني عموما، فدي داله، ماشي. فالمفروض مثلا دلوقتي نخليها بتساوي، ونقول لها مثلا كونسول دوت لوج مثلا نيم، مع ان المفروض يعني مش النيم، لا سوري، نيم كده، ماشي. ده الشكل. طيب ده كده، طيب احنا دلوقتي عندنا كام انبوت؟ عندنا زيها طبعا الانبوت والتكست اريا زي بعض، خلينا ناخد دي كده كوبي، هو ده كله ولا ماشي؟ لا هناخد ده، كنترول سي، نقول له هنا كنترول في، كمان واحد كنترول في، وهنا هقول له انت هنا بقى هتبقى تكست اريا، او ممكن تخلي التكست اريا اخر حاجه، تكست اريا تمام، ودي اللي هي بتاعت الديسكريبشن انتريور ان اف تي ديسكريبشن، ديسكريبشن نعملها، وبعد كده ايه، وده هيبقى كنترول سي طبعا. تشينج دي اللي احنا هنبصل فيها بعد كده الداتا لايه، لل ان اف تي. المهم وهنا ديت احنا عملنا ده النيم، وده البرايس، برايس ان ايثر مثلا، وهنكتب له هنا برايس، ماشي. ده كده ايه تمام، نعملهم كده سيف، ماشي تمام، هما كده تحت بعض، ماشي. طيب انتريور ان اف تي نيم انتريور، ماشي، هنشوفها دلوقتي، نخلصها وبعد كده نظبط القالب نفسه. بعد كده يا سيدي هيبقى عندنا برضو اللي هو ده اللي احنا عملنا ديسكريبشن وعملنا نيم وعملنا ده، عايزين بقى ايه نعمل انبوت فايل، خلينا نعمله كده ليه، احنا نعمل انبوت زي ده، بس طبعا الطيب بقى هيبقى فايل، ماشي. دي واحدة أهو input، ده نفس ال بس كده طبعا احنا ماشي input والطيب بقى، خلينا نعمل له الطيب، خلينا نشيل class name ده، واخد ولا مش واخد، بس لا طيب خلينا نشيل on change، خليها اللي هي اللي هيبقى اسمها ايه upload، هنكتب بس فيها ده upload image to اي بي اف اس، ماشي. مفيش بليس هولدر هنا لان الطيب، خلينا نشيل دول. الطيب طبعا الانبوت ده الطيب بتاعه هيساوي فايل،
ماشي، وبعد كده النيم بتاعه هيساوي NFT assets. ماشي، وعندنا ممكن نديله، خلينا نشوفه كده طبعا اهو لازق فيه، فخلونا نديله class name هيساوي نديله مثلا padding او من مارجن من الام والواي 3 مثلا. اي تمام، في ولا اقول لك خليه 5 يبقى بعيد شوية. ماشي تمام، ده الانبوت. تعالوا بقى احنا هنا وعملنا الصورة، نعمل الزرار بقى، نقول له بوتون. ماشي، ده الزرار. الزرار نفسه هنكتب مثلا ايه، المفروض ده اما اديله له submit your NFT. ماشي، فده الزرار. ماشي، طبعا لسه عايز شوية تظبيط، فهروح هنا طبعا هيبقى عنده الاون كليك ده، خلينا يعني هيساوي كده او ماشي، نقول له ايه، نقول له زيهم بس عشان لما بعد كده نيجي نعدل هيساوي، نديله كده ونقول له كونسول لوج كده لغاية ما نجيب له ايه هو، ايه ده فاضل، شيل دي، كونسول لوج ابلود، ابلود ذا ان اف تي، ده هنابلود. طيب خلينا بقى نديله ايه شويه كلاسات عشان نظبط شكله شويه. كلاس نيم هيساوي ايه بقى يا سيدي؟ كلاس نيم هيساوي طبعا دون الفونت بولد، وال البي جي الباك جراوند مثلا نخليها بقى اللي يلو 500، يلو 500، مش ده اللي احنا شغالين بيه صح؟ هو ده اللي احنا شغالين بيه. ماشي، ونديله مارجن من التوب 5 مثلا عشان يبعد تمام شوية، وهنقول له برضو انت راوندد عشان يبقى الحواف، وبي 4 تمام، وطبعا التكست بقى يخليه وايت، تكست وايت. ماشي، وتصدق احنا ممكن نخلي هو ده الزرار اللي بره اصلا. ماشي، وممكن نديله وريني كده، وريني شكله كده من ال حلو قوي كده. ده في الكبير، في الصغير. ماشي بقى، لا احنا عايزين بقى نظبط ايه، نروح نظبط القايمة دي كلها هنجيبها فين بقى، بتاع دي كلها هنجيبها، نجيبها في النص صح؟ فالمفروض هقول له فليكس وجاستيفاي سنتر، جاستيفاي سنتر المفروض كده يجيبها لي في النص. ايوه كده، والمفروض لما نروح كده تبقى بقت كده. مش عاجبني مش عاجبني الحاجات وهي كده. طب استنوا كده، لو انا رحت هنا مثلا وقلت له بي جي، لو قلت له حاجة زي دي كده افتكروا كده. طيب لو قلت له جراي، طب لو قلت له 200 نثبته شوية، مش كده أحسن؟ طبعا الهوفر، مش عارف ده هوفر ولا سيلكت، استنى كده هوفر، نقول له مثلا عشان بس أشوف هو شغال ولا مش شغال. هو ده الهوفر، بس ده الهوفر مش اللي، لا انا عايز السيلكتد بقى. انا اعتقد ان ده كويس كده، خلينا ناخد ده كده كنترول سي احطه في كل ال هنا تكست اريا برضو. الشكل كده الطف، بوتون كنترول سي.
ممكن البوتون ده خليه حاجة تانية. ماشي اهو كده كويس. ماشي برضه الانبوت ده ممكن الاقي شكل تاني. بصوا في بتاع جميله جدا اسمها ايه، تيل ويند كومبوننتس دوت كوم، فيها حاجات جميله قوي فري. لو انا مثلا عملت كده ايمج، في حاجات احنا هنستخدمها منها يعني بعد كده تقدر تجيبها. وطبعا راوندد، ولو احنا عايزين، لا مش ايمج دي، استنى انبوتس او خليها انبوت بس، انبوت انبوت فايل مثلا، فايل كنا نلاقي في حاجات كويسة يعني. دي مثلا اهي، استنى شايفين انتوا الحتة دي اتاتش دوكومنت اهي، دي ممكن تبقى جميلة. طب خلينا نشوف الكود بتاعها اللي هي، خلونا نكبر كده، خلينا نشوف، خلينا ان هي تكون شو كود عشان يتظبط. انا عاوز سوري ايه ده، فين بقى التاني؟ انا مش عايز الفورم كول، انا عايز طيب انبوت اهو. لا تكست اريا جراي، فين من اول اتاتش؟ ايوه اهي، وده فليكس اهوت من اول لغاية فايل تايب، ده كله عايزه فايل تايب ده دوكس، تمام، من غاية السبميت. فالمفروض من أول ديفا دي، خلونا ناخدها كده نجربها نشوفها هتظبط معانا ولا لا. مش عايز، أنا عايز دي. ماشي كوبي، نروح هنا نخليها مكان دي كده، نقول له كده كنترول في. طبعا بقى أنا عارف الغلط فين، انا عارف الغلطات في الكومنتات، في الحاجات اللي من النوعيه بتاعت الايمج دي، المفروض دي ملهاش لازمه. لازمه، بصوا اللي عايز يقوم ماشي يقوم، احنا المفروض كده خلينا نجيبها من بره، من هنا نعمل دي كده انبوت، عشان الانبوت بيبقى فيه دي كده. ومش عندنا برضو ليبل، والليبل بيبقى كده. بعد كده عندك ايميج، طبعا هو جايبها من فيري بيك بس حلوة يعني هنسيبها. وعندك ايه تاني؟ نشوف كده ايه تاني، ليبل اهو اس في جي اهي ماشي، الزجاج اهي في الليبل الاولاني، ما هو وهو عشان انا قفلت ده اصلا، لا الليبل مفتوح وده ليبل فين اخرك اهو. فاضل ايه تاني هنا؟ باراجراف كلاس، طبعا انا عايز مشكلة كلمة كلاس، انا بظبطها بعد البتاع. هنا بقى نشوف ايه المشكلة بره. كده فيه مشكلة، تعالوا نشوف بقى ايه. لا ديف، وده ديف وليبل اهو، اتقفلته ليبل ديف بتاعته، ممكن نشيل ده والمفروض نشيل برضو واحد كمان. والمفروض كمان ده تبعنا مش تبعك، فالمفروض برضو ده برضو، لا ممكن نشيل واحد من هم. طبعا مش هينفع اصلا كده عشان ده يدخله، الحاجات دي هتبقى بره. المهم انتوا كده عرفتوا اللعبة، خلونا نرجع بقى زي ما كنا، وانا هظبطه عشان ده كله، بس محتاج ان انا اظبط ايه
الحاجات الأساسية عشان ما ناخدش وقت فيها، ماشي؟ فالتصميم بتاعنا المفروض كده يرجع زي ما كان كده، مش مشكلة فيه. هنظبط هنا الشكل التاني ده عشان شكله ألطف وجميل، ونشتغل عليه شغل بقى المرة الجاية ككودينج. انتظروا المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.